بعدما قتلت مارسيلين مصاصة دماء القزم، وبعدما قتلت مصاصة الدماء الإمبراطورة وإنقذت سايمين، وقتلت مصاصة دماء ذو الذوق القديم، ومصاصة دماء وجه القمر، تبقى ملك مصاصة الدماء فقط ومارسيلين وأميرة العلكة في طريقهم لقتله. وهيا نبدأ الجزء السادس. شكرا لكم لاننا واخيرا وصلنا الى 1000 مشترك. بصراحة كنت افكر في ان اقوم بعمل فيديو اسألني، ولكن الفكرة اصبحت قديمة يا رجل. ولكن اذا اردتم فكرة اسألني، من الممكن ان تضعوا اسئلتكم في التعليقات وساجاوب عليها. وهذا كل شيء، كنت اشكركم فقط، وهيا نبدأ الجزء السادس. ملك مصاصين الدماء. تبدأ الحلقة بوجود بيبرمنت بداخل كوخ ملكة العلكة، وهو يكتب في مذكراته الخاصة عن حبه لملك مصاص الدماء وعن شغفه وحبه الكبير له، وإنه مستعد ليفعل أي شيء لرؤيته شخصيا، ويقول إنه من الممكن أن يضحي حتى بنفسه لكي يراه. وفجأة يدق جرس الباب ويذهب بيبرمنت ليعرف من هو، ويظهر إنه جيك. ويفاجئه جيك ويقول له: لقد أرسلتني أميرة العلكة لسلة الطعام. ويعطيه بيبرمنت السلة ويأخذها جيك لأميرة العلكة. وفي المشهد التالي تظهر أميرة العلكة ومارسيلين في الغابة، ويقومون بتأديد بعض التمارين الرياضية، وفين جالس يصنع شجرة مليئة بالأوتاد لقتل ملك مصاصين الدماء. وتقول مارسيلين لبوني: لقد حلمت بك وأنا في غيبوبة، حلمت إن عجوزة كبيرة ولزجة وأنت ما زلت شابة جميلة. حسنا، أعتقد إن تفسيرنا كان صحيح، وأعتقد إن في هذا الحلم مارسيلين كانت على وشك الموت. فبعدها تقول لها بوني: هل قلت إنني جميلة؟ فتقول لها مارسيلين: على العموم لقد انتهينا من التمارين وأنا أشعر إن معدتي تؤلمني. فتقول لها بوني: هل أنت خائفة من ملك مصاصين الدماء؟ فتقول لها مارسيلين إن هذا ليس خوفا، لأنها تعرف شعور الخوف، ولكنه شيء غريب. فيظهر جيك من الخلف ويقول لهم إنه إعلان عن وجبة جديدة تريدها البطن، ويقوم بإلقاء كل الطعام الموجود في الدلو الذي جلبه من بيبرمنت. فتتذوق مارسيلين هذا الساندويتش وتبدأ الأكل بشراهة. وطبعا نعلم هنا إنها عندما كانت مصاصة الدماء لا تستطيع تذوق أو أكل الطعام، فجلست تأكل إلى أن نامت على الأرض. وبعد الطعام تأتي بوني وتسأل مارسيلين: ما هي خطتك الآن لقتل ملك مصاص الدماء يا مارسيلين؟ فتقول لها مارسيلين: الخطة سهلة جدا، قتله وتدميره وقتله. فيقول لها جيك: تعجبني هذه الخطة، أعتقد أن مارسيلين لديها أفكار جيدة. فتقول لها بوني: حسنا يا مارسيلين، ولكنه شرير، والشر يكمن في التفاصيل، مثل كيف سنعثر عليه. وبعدها يظهر بوابة زمنية تفتتح لوحدها، وهناك شخص ما يقول: أنا آتي إليكم. والشخص الذي جاء من تلك البوابة يكون ملك مصاص الدماء. فتقول له مارسيلين: هل هذا أنت يا ملك مصاص الدماء؟ فيقول لها ملك مصاص الدماء بشحمه ولحمه. فتقوم مارسيلين بالإمساك بالوتد وتحاول قتله، وهو يقول: ولكن أريد أن أتحدث إليكم فقط. فيقول له جيك: حسنا سنسمع، ولكن لماذا لا تدخل هنا مثل دجاجة لطيفة؟ فيقول له ملك مصاص الدماء: شكرا. ويرمي جيك بعيدا. فتمسك مارسيلين بالوتد وتختفي، وتحاول أن تهجم على ملك مصاص الدماء، ولكنه يقوم بإيقافها ويكسر الوتد، ويقول لها: اسمعيني فقط يا مارسيلين. ولكن تأتي بني من ورائه وتطلق عليه الأوتاد الخشبية، وتقول له: اسمع هذا الصوت. ولكن الوتد يصيب مارسيلين ولا يصيب ملك مصاص الدماء، ويجلب فين الشجرة التي كان يقوم بتجهيزها لمحاربة ملك مصاص الدماء، ولكنه لا يصيب ملك مصاص الدماء لأن الشجرة ثقيلة. فيمسك ملك مصاص الدماء بفين ويقول لهم: حافظوا على هدوءكم لكي لا يتأذى أحد. ويقترب على فين ويقول إن عطشه للدماء قوة مذهلة، ولكن في هذا الزمن الجديد اتركوا لي فرصة أن أتغير لأسلوب مختلف، فأنا الآن آكل الحيوانات وأصبحت أشرب دمائهم. ولكن وهو يتكلم تقوم بني بضربه بمسدسها، ولكن يقوم ملك مصاص الدماء بالإمساك بالوتد، ويقوم فين بالابتعاد عنه ومحاربته بالسيف العشبي الموجود بيده. ولكن السيف العشبي لا يعمل، لأننا نعلم أن السيف العشبي يعمل فقط مع الوحوش، إنما يعلم أن ملك مصاص الدماء يريد أن يتوب حقا. فيقوم ملك مصاص الدماء بضربه ويقول له: دعني أنهي كلامي. فيقول لهم ملك مصاص الدماء إنه صراع قديم بين ملوك الظلام والنور، ولكن الآن يمكننا الخروج من هذا الصراع في هذا العصر. لا أريد أن أبقى ملك مصاص الدماء. فتقول له بني: لا أعلم لما تريد ذلك. ولكن يرد عليها ملك مصاص الدماء قائلا إنه لا يريد ذلك حقا، ويقوم بالركوع استسلاما ويقول لها: أنا حقا لا أريد ذلك، أريدك أن تزيل خلاصة مصاص الدماء من جسدي.
وتكون واقفة أمامه مارسلين وهي تمسك بالأوتاد الخشبية وتبدأ بالهجوم عليه، ولكن يتصدى إليها فين ويحاول أن يحمي ملك مصاص الدماء، وتقول له مارسلين: ما خطبك يا فين؟ ابتعد عن طريقي. فيقول لها فين: إن ضرب عدو قد استسلم ونزل على الأرض فهو أمر ضد قوانيني. فتقول له مارسلين: تبا لقوانينكم، ابتعد عني. فيقول لها فين: ولكنه قانون جيد. فتقول له مارسلين: ابتعد عن طريقي يا فين أرجوك. ولكن يحاول فين اللعب على مشاعرها ويقول لها: هل ستقاومي هذه العيون البريئة؟ فتقوم مارسلين بإبعاد فين، ولكن يمسكها ملك مصاص الدماء ويطير بها، ويقول فين: كان علينا أن نقتله. وعندما يكونون في السماء يقول لها ملك مصاص الدماء: وماذا بعد يا مارسلين؟ حياتنا منجذبتان، من الممكن أن نغير الأسلوب أو نغير النتيجة. ولكن مارسلين تقول له: أحب النتيجة التي تتعرض فيها للطعن. فيقول لها ملك مصاص الدماء: وتصبحين مصاص الدماء يا مارسلين، ونعلم أنه قال ذلك لأن هذا هو الشرير الذي حولها لمصاص الدماء. فيقول لها ملك مصاص الدماء: وهل شعرت بتغيير في الواقع بعدما قتلتيني يا مارسلين؟ فتقول له: في الحقيقة لا، ولكن أنت شرير وستبقى شرير. فتقوم مارسلين بضربه وإرساله للسحب، ويقوم ملك مصاصي الدماء بتمزيق ملابسه حزنا والبكاء كالأطفال قائلا إنه لا يحب نفسه كمصاص دماء. فتقول له مارسلين: حسنا، سنستخرج منك المادة الحمقاء منك. فيقول لها: ما هي المادة التي ستستخرجينها مني؟ فتقول له: مادة مصاصين الدماء، سنستخرجها منك. فيقول لها: حسنا رائع. وبعدها ينزل ملك مصاص الدماء ومارسلين ويتفقوا على أن يقوموا باستخلاص هذه المادة منه، ويذهبوا لكوخ أميرة العلك. ويظهر بيبرمنت في كوخ أميرة العلكة وهو ينتظرهم لكي يأتوا، ويقوم بالتفكير قائلا: كيف سأبدأ الكلام معه؟ وكيف أطلب منه توقيعي؟ يجب أن تتصرف بهدوء يا بيبس. فتدخل بني ومارسلين وملك مصاص الدماء وفين وجيك، ويقول ملك مصاص الدماء لبيبرمنت: مرحبا يا بيبس. فلا يرد بيبرمنت، ويقول في مخيلته بأنه لا يصدق ما يحدث. أطلب منه أن يوقع الكتاب أم لا. وبعدها يدخل ملك مصاص الدماء وينام في جهاز الاستخراج، وينادي عليه بيبرمنت ويقول: قبل أن تتحول هل يمكنك أن توقع لي على كتابي؟ ولكن تقول بني لبيبرمنت: آسفة، فستبدأ العملية. ولكن يتكلم ملك مصاص الدماء مع بيبرمنت عن طريق العقل، ويقوم بالتوقيع في الكتاب عن بعد، وتقوم بني باستخراج المادة من جسمه، ويتضح بأن ملك مصاص الدماء مجرد أسد. وهكذا ينتهي الجزء السادس، وانتهت سلسلة أوتاد مارسلين بالكامل. وأنا أريد منكم شيئا الآن، أريدكم أن تكتبوا لي أسئلتكم، لأن من المحتمل أن يكون الفيديو القادم كله مليء بالأسئلة إن شاء الله، وهذا الفيديو سيكون بسبب وصولنا للألف مشترك. وشكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء.